فقط تقييم يا كابتن، ماشي. تقييم اللاعبين النهارده بداية من جنش، النهارده تديله كام؟ يعني جنش النهارده خرج في واحده الشوط الاولاني والشوط الثاني، والكره اللي اتقطعت منه اديله 2. 2. طيب المره اللي فاتت قلنا لم يختبر، المره دي الخروج ما تعرفش كده، مش عارف هو مش مركز في الخروج ليه، ما بيعرفش يخرج ولا الاصابه، يعني تحس كده ان هو بركاوي في الكوره بيعمل كده، حتى في كوره طلعها عمل كده اللي هي جت على ال 18 دي، فتحس كده مش عارف، لازم يشتغلوا معاه على طبعا في ناس هتقول لك لا هو انت مدرب حراس مرمى، يا عم اسمع اللي انا مدير بقولك فني عليه، لازم يبقى طبعا طبعا لازم يبقى عارف عارف طبعا كل حراس حاجه، المرمى تطلع ازاي. طيب فهو بيطلع كده تحس ان هو بركاوي وبيطلع. اوكي، احمد عيد يا كابتن، انا شايف ان ال 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 استمراره دلوقتي خلاص موجود لان يعني الثقه فرصه كويسه يا كابتن او الثقه وهو حاسس ان بيعلى، فانا اديله النهارده 7.5. 7.5 من 10. طيب محمود علاء كابتن النهارده، ولا بس صح، الحسنه الوحيده الكره اللي في الاخر الماتش اللي اتشطت وجت فيه ياخد انت 4. بتشوف ما يميز محمود علاء في قلب دفاع نادي الزمالك ايه يا كابتن؟ انه بيبتدي هجمه كويسه ده رقم واحد، لو ما عملهاش يبقى يبقى خلاص، لان تقييمه، طب ما بص هو في قلب دفاع الونش كابتن مهامه الدفاعيه هي الاول. ماشي، مفيش كور عرضيات كتيره النهارده، احنا قلنا الاثنين بيلعبوا الاثنين رصاد حربه، في عرضيات النهارده كتير؟ لا احنا بنتكلم على اللي احنا شفناه النهارده، اللي احنا شفناه بيمسك كوره، الكوره اللي هي حصل فيها اللغط اللي رجعت لجنش ما هي مقطوعه منه اصلا، بيعمل كوره بالعرض بالشكل ده، واخد بالك، الراجل قطعها وجه طارق حامد صلح الخطا ورجعها له، فهو اتاخر فيها جنش وقام جاي شايطها وكان ممكن تيجي منها جول، غير كده 4 5 كور. طيب لو ما كانش الراجل ده يبقى موجود ويلعب الفرقه، ما هو في واحد بيلعب بقوه زي الونش والتاني يبقى والتاني لازم يبقى بالكور. لعيب كوره، ده اللي احنا اتعلمناه واللي احنا عرفناه في الفتره الاخيره او من ايام ابراهيم يا يوسف سلام لو واشرف الاثنين قاسم، بيلعبوا كورة. ايام كابتن ابراهيم الله يرحمه وكابتن واشرف اشرف ياسم قاسم، وكان في الاهلي طبعا هاني رمزي، وكان يعني في لعيبه في الحتت دي، وكان معتمد جمال برضو كان من الناس معتمد اللي هي كمان. بتلعب الناس كوره، فانت معروف عنك ان انت يعني الباص بتاعك يبقى بالميزان ما يتقطعش منك، لو اتقطع منك يبقى انت امتى بقى تقول عليه كويس بقى؟ لما يكون عليك كروسات كتيره وتطلع من هنا وتطلع من هنا، خلاص دي رقم واحد في ايجابياته او واجباته اديته كام بقى كابتن؟ قلت لي النهارده، اديته كام؟ قلت لي يعني عشان الكره اللي اتصدت دي لا كانت جون، هديله 5. ده محمود علاء. ها طيب الونش النهارده يا كابتن، الونش هايل يعني ما شاء الله، هو اللي شال ديفنس نادي الزمالك كان هو ابو جبل، فانا النهارده اديله 7.5. طارق حامد النهارده لوحده الراجل، لا اسلام جابر بقى، اسلام جابر ناخد اسلام لا جابر، اسلام جابر اسلام حته جابر مش حتته والكلام ده، اديله 5 كتر خيره، انا عايز يعني اجريك على طارق حامد اصلا طارق حامد النهارده يعني ياخد 6. مش لوحده يعني. لا طيب النهارده ما رجعش كور كتير لورا، وكان بيلعب الفرقه اللي قدام، فالنهارده تديله 6، لان هو بتفرق في تقييمك يا كابتن الجزئية دي. طبعا ما انا اختلافي كله ان يلعب بالعرض او يرجع لورا، لا انت راجل مفروض ان انت رمانه الميزان، انت اللي بتبدا تاخد الكره عشان تشغل الناس دي كلها، الهاف رايت والهاف ليفت والوينج رايت والوينج ليفت والراس حربه والباكين اللي على الاطراف، واخد بالك، انما تاخدها وترجعها وترجع وبعدين له. انا بقى بتجنب منه بقى، وهو هيزعل لما يقوم جاي نازل في وسط محمود علاء والونش وياخدها ويقوم جاي مديها مثلا للونش ويقول له اديها لفلان، طب ما انت واخدها عشان انت اللي تديها لفلان، يعني انت اللي المفروض تاخد انت الثقه دي وتلاعب الناس دي، لا توجيه مظبوط يعني، هو ما انا اللي بقول لك بيسمع اهو، ما فيش مشكلة فيه. طبعا الناس بقى ايه، هي الناس مش فاهمه مفكراني ان انا متصقصده، لا انا في حاجات في مستواه لو عملها هيبقى هو رقم واحد في تمام يا الحته دي كابتن. في مصر، طيب امام عاشور النهارده كابتن، هي مش حتته بس انا هو يعني عمل جري كتير وعايز يخش فورمه والكلام ده ياخد 5. بشوفه بيتنرفس كتير يا كابتن برضه عشان ما دي بقى دي بتاعت مدرب، يعني دي بتاعت مدرب هو اللي يظبط له الحته دي، لسه صغير هو المدرب هو وتوقف اللي الفترة اللي ايوه فاتت، فالمفروض يبقى في حتة ان هو يبقى مركز شوية. طيب مصطفى فتحي كابتن النهارده، انا من وجهة نظري اديله 7، لان هو الوحيد اللي كان بيعمل لك الخطوره لما يمسك الكوره، هو وزيزو بصراحه الاتنين دولت ياخدوا 7 مستريح يعني. يعني زيزو تديله 7. طب هاتوا لنا صورة زيزو بقى عشان كابتن رضا برضو قال التقييم بتاعه. طيب زيزو، زيزو بيلعب في كل حتة، انا بتقول وعلى له فكره العب مظلوم هنا العب الفتره هنا. الاخيره دي، يعني بيبقى كويس قوي ويجي المدرب يقوم جامي يطلعه،
المفروض هو ما يطلعش، يوباما اللي يطلع ونجم اللي يطلع. ما هو مجهود كبير يا كابتن بيعمله برضه. هو انا ملاحظ ان الكرتون بيحاول يعمل التدوير. لا 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 لا، لا، لا. هو حافظ في التغييرات، حافظ اطلع فاروق حتى حلو واحد. بقول لك في ماتش الاهلي ما يطلعش، ده راجل جايب لك جون، وراجل الوحيد اللي كان اخطر واحد على الجون بعد بن شرقي. هو انت لما يكون عندك اتنين تلاته في الملعب اخطر لعيبه على المنافس، اجي اشد واحد ولا اشد اللي هو مش فايق عشان احتفظ بالقوام بتاع خطوره فرقتي؟ تمام. صح ولا غلط؟ تمام تمام. ونجمه كابتن ولا كانك سالتني، دي له واحد وربع المره فدته نص المره دي، واحد وربع. والله العظيم انا مش هقول لك ليه بقى، خلاص كده. لا انا بصراحه المبلغ الكبير قوي ده هو كمان بيقول لك ليه. سيف سيف سيف، انا لو اديت سيف هيبقى احسن منه، مع اني ما شفتوش. بس من الكلام ادي فرصه للراجل ده نشوفه يعني. ماشي، ناخد التغييرات اللي حصلت يا كابتن برضو. مصطفى محمد. مصطفى محمد انت اديته بقى، عايز تديله؟ لا 8. ثمانية النهارده عشان الهدف. طبعا. لان هي جات له كورتين، جاب واحده وضيع واحده، فياخد 8. تمام. طيب ما تفكرش في الكوره يا مصطفى، ما يفكرش، ما تفكرش انك تلعب كوره، فكر ان انت تجيب جول بس. الفرد اللي يفكر انه يلعب كوره ده كابتن غلط يعني؟ الفرد اللي يلعب كوره يبقى لعيب كوره. الخطيب، طاهر ابو زيد، الناس دي. انما اللي ما عندوش كوره فكر تجيب جول. اللي هو كان مثال في الكلام دوت حسام حسن. جيب جول وبعد كده هتطور ادائك لما تاخد الثقه، الخبره بقى والثقه والكلام ده هي اللي هتجيب لك بقى. صح، كلامك مظبوط. طيب ناخد الثلاث تغييرات اللي برضو نزلوا مع نادي الزمالك، سواء بامبو او نبتدي ببامبو يا كابتن. ملحقش. ده انا بقول لك لو هيشوط ضربه جزاء الحكم هيصفر. طيب عمر السعيد. عمر السعيد يعني في واحده ريحها له بامبو، انا ما اعرفش انت عايز تعمل فيها ايه. ده فرصه عمرك، لازم تجيب جون عشان تحرج، زي ما كاسونجو حرج الراجل كارتيرون. صحيح، كان نهاية، كان لازم يحرجه. طيب حسام اشرف بقى كابتن. حسام اشرف لازم يلعب يا في حته اللي هي بيلعب فيها اوباما، يا يلعب راس حربه. ما تلعبوش على طرف من الاطراف. ما تعملش زي كاسونجو لما بتلعبه ناحيه الليفت. طيب عايز اخد برضو ثلاث لعيبه من نادي الانتاج النهارده. باسم يا كابتن، باسم مرسي. باسم النهارده كان محطه، بس طبعا العوامل اللي حواليه كلها مش مساعده، لان هم اصلا في التفكير بتاعهم ان احنا ما نهاجمش، ندافع. تديله كام النهارده من 10؟ يعني النهارده اديله 6. 6؟ والراجل اللي جنبه الفكر الافريقي ده كويس قوي، برضه اديله 6. طيب احمد شديد قناوي. ما طلعش وعمل الكرات بتاعته اللي هي المؤثره اللي هي الخطر، بس برضه اكيد دي تعليمات يعني. يعني 5 النهارده. عامر يا كابتن. عامر يعني هو النهارده ما اختبرش غير في الكره بتاعت مصطفى محمد. انما الجون صعب عليه يعني. لا يسال عنه، انما هو جون طبعا متميز، وانا يعني بقول من الاجوان اللي هي المفروض يبقى العين عليها في منتخب مصر. لان هو بعد ربنا ان هو موصل الانتاج في الحته دي.